طب وهو قال لكم ايه لما رحتوا له؟ مين يا زفزوف؟ امجد يا حوريه، ركزي معايا. وانتوا ما تكرموش ولا حتى بحجه الشيك؟ لا، ولا عاوزه اشوف خلقته تاني. اصلك معذوره ما تعرفينيش في الحاجات دي. انا يمكن بدي كتير قوي في الاول، انما اول لما اعرف نيه اللي قدامي ولا لو عمل فيها قرد ما هعبره تاني. بقول لك ايه يا حوريه، انا المكتب ده عاجبني جدا، ينفع تشغليني عندك؟ حاضر يا زوزو. وانت بقى عايزه تقنعيني ان هو لو اتصل بيكي دلوقتي او بعت لك مسج مش هتردي عليه؟ ولا 20 مسج. انت اصلك ما تعرفينيش كويس. هاتي يا حبيبتي هاتي، ده موبايلي. شكلك وحش. في ايه مالك؟ كارما هاتي. استني انا جايه معاكي يا زوزو. طب ما تستنيني انا جايه معاكم.